التعاطف مع الآخرين هو جزء من حياة الإنسان وتعايشه مع الآخرين، وبعض البشر يميلون للتعاطف بصورة أكبر من غيرهم في الأفراح والأتراح. لكن ما الذي يحدد نسبة التعاطف مع الغير؟ بحثت دراسة علمية من جامعة كامبريدج البريطانية التعاطف عند البشر، حيث شارك في الدراسة 46 ألف شخص، وبحث المشرفون على الدراسة الحمض النووي الDNA لجميع المشاركين. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نحو 10% من نسبة التعاطف عند المشاركين تعتمد على الجينات. وأظهرت التحليلات أن بعض العوامل الجينية تظهر عند الأشخاص الذين يشعرون بحساسية أو تعاطف أكبر تجاه الآخرين. وقال الباحث توماس بورجيرون من جامعة باريس، والذي شارك في الدراسة، بأنه لا يعرف لغاية الآن ما هي الآليات البيولوجية ووصلات الإشارات الحيوية التي ترتبط بالعوامل الجينية. وأشار بورجيرون إلى أن كل عامل وراثي يلعب جزءا صغيرا، وهذا ما يجعل من الصعب التعرف عليه. والملفت أيضا في نتائج الدراسة هو أن النساء في المعدل كانوا أكثر تعاطفا من الرجال، رغم عدم وجود أسباب وراثية لذلك، لأن مقارنات الحمض النووي لم تجد اختلافات واضحة في توزيع جينات التعاطف بين الرجال والنساء. ولذلك يعتقد المشرفون على الدراسة أن التعاطف الأكبر عند النساء لا يعود إلى عوامل جينية، بل ربما يعود لعوامل هرمونية أو يعود للتنشئة الاجتماعية، وخاصة عندما يوصف الأطفال الذكور مثلا بأنهم لا يبكون على عكس الفتيات، أو عندما يتم تكريم المرأة مثلا بسبب تعاطفها الكبير مع الآخرين. كما توصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لديهم نسبة كبيرة من جينات التعاطف هم عرضة للإصابة بمرض التوحد.